من النقط المهمه جدا هي المنتخب الكاميروني نفسه. احنا طبعا نتحدث عن المنتخب المصري وكثيرا نتحدث عن المنتخب الكاميروني. رايك ايه في المنتخب الكاميروني في البطوله؟ اداؤه في البطوله، ارقامه في البطوله، شكله في البطوله كان عامل ازاي؟ نقدر نتعامل معاه ازاي؟ هو اقوى ولا المنتخب الايجواري ولا المنتخب المغربي؟ يعني خلينا نتفق ان ما دام منتخب وصل لنصف النهائي يبقى منتخب قوي ايا كان. طبعا في 50% من العوامل اللي واصله له ان هو عنده ارض وجمهور، ودي مساعده بشكل كبير. ولا منتخبات برضو مش ايوه منتخبات متوسطه ومنتخبات ضعيفه، بس ما دام وصل للمرحله دي يبقى منتخب قوي، ولازم نحترمه ولازم نخطط ليه بشكل كويس ونحط الخطه اللي فيها احترام ليه، ونحترم الخصم بشكل ده. احنا نحترم الخصم بنبقى بشكل بنظهر بشكل كويس اكبر في كوت ديفوار وفي المغرب بالظبط. المنتخب الكاميروني سجل 11 هدف، يعني طبعا ابو بكر وكامبي هم اكتر، ده 5 وده 6، بيلعبوا 4-1-4-1 الطريقه بتاعته، تحول ساعات 4-4-2، لعب 4-1-4-1 في 3 ماتشات، ولعب 4-4-2 في ماتشين. بداها 4-4-1 في اول ماتش مع بوركينا فاسو، ونهاها مع جامبيا 4-1-4-1. هو ما بيغيرش كتير في التشكيل، يعني بيسحب بس حد من النص اللي بيلعب قدام الاربعه الدفاع، وما بيجي يلعب يروح ينزل واحد في الهجوم مع ابو بكر اللي هو تشومبو موتينج، ده اللي بيلعب بيه. طبعا ما يقدمش مستوى بشكل كويس، هو بيعتمد على ايكامبي وعلى ابو بكر، هم سرعه جدا واقوياء جدا. والملحوظه المهمه جدا ان ايكامبي اصلا بيلعب جناح ايسر، ماتش جامبيا او ماتش جامبيا الاخير لعب جناح يمين وسجل برضه. هو بيخش على ابو بكر، يعني ما بيلعب 4-4-1 بيبقى في الهجوم ب 4-4-2. هو منتخب قوي جدا، يعني ما ظهرش بشكل كويس، بس عنده ميزه طبعا الارض والجمهور مساعده بشكل كبير، وفي ماتش جامبيا يمكن ظهر بشكل افضل. بيسجل امتى؟ شكل الاهداف بتاعته عامله ازاي؟ اللي ما فرقش على الكاميرون يعني. لا هو بص، هو يعني اهدافه كلها معظمها الخمس اهداف بتوعه من دقيقه 45 للدقيقه 65 او الدقيقه 60 في الشوط الثاني، دول خمس جاب خمس اهداف في الوقت ده بالذات. يعني الشوط الثاني الشوط الثاني في بدايته على طول ناخد في بدايته هم بيخشوا سخنين جدا. من 75 ل 90 ما فيش اهداف عندهم، من الدقيقه اولى للدقيقه 15 بيسجلوا هدف، من 15 ل 30 او 35 بيسجلوا هدف. هما بيجيبوا الشوط الاول 4 اجوان، وفي الشوط الثاني جابوا 7 اهداف، يعني دي تقسيمه الاجوان عندهم. بس هم عندهم ميزه ان هم بيبداوا من تحت، يعني هو منتخب بيبدا من عند اونانا، يعني بيبدا يوزع لعبه من عند اونانا، يبدا يوزع حارس مودريتش اونانا ده، ولا حارس طبعا حارس جامد جدا. هو بيلعب رجله كويس، الناس عارفه ان هو حارس اياكس، بيبدا الهجمه بشكل كويس. هم بيجمعوا الهجمه في مكان وروحوا مره واحده ودينا ناحيه ايكامبي، وكامبي بالنسبه لاي حد يرفع اي كوره لفينيست، طبعا هو الراجل بصراحه يعني ابو بكر هداف اصلا، هداف مصر. عشان كده احمد، ثلاثيه حمدي فتحي والسوليه والنني دي في منتهى الاهميه في المباراه دي، صحيح هم فرقه بتلعب كمان في الاجنب كويس قوي. لا عندهم فاي، ده فظيع، عندهم صنع 3 اجوان، يعني فاي ده اصلا الظهير الايمن بتاعهم صنع 3 اجوان، وعندهم هولانجا او هولانجا على ما اظن حسب الاسم بالظبط، صنع برضه 3 اجوان، هو في وسط الملعب، هو ما بيتغيرش كتير، هو يعني تشكيلته ثابته بشكل كبير، بيغير بس 2 بس، بيلعب في 2 فقط لا غير، انما خط الدفاع كله ما غيروش، بيلعب بس في 2. الاخ صامويل اموجيت ده اللي بيلعب قدام الاربع اللي بيلعب قدام خط الدفاع في 4-1-4-1 ده، بيغيره وبينزل واحد مكان اللي هو بير كوندي، وبير كوندي ده ظهر مرتين بس، انما في الاصل اخر تشكيل للمنتخب الكاميروني على ما اعتقد ان هو يلعب بيه ماتش منتخب مصر. عظيم جدا. طيب